قولوا امين. اللهم يرزقني ويرزقكم بيوت فيها نوافير مثل هذه. وانا راجع من المول رايح للفندق واشوف لكم هذا المطعم افندي دونر، وهو مطعم صغير جدا يبيع فلافل، يبيع سندويش شاورما، لحم دياي وانواع ثانيه من السندويتشات. اكلهم صراحه طيب وحلال، مكتوب عليه حلال، والسندويتش مالهم ما شاء الله عليه شيء دسم، يعني شيء يشبع. وناخذكم تمشيه في المدينه القديمه في بوخارست، وبدينا بهالمجسم هذا اللي شفتوه. المدينة القديمة كلها تحتوي على كوفيات وعلى مطاعم، والأحلى شيء في المدينة القديمة أنهم ما يسمحون بالسيارات، كلها بالمشي. في وقت في شهر 4 كان الجو ممطر عندهم وبرد، وكانت الجلسات الخارجية قليلة جدا. هذه فترة بعد الظهر. مطاعم كثيرة جدا والكوفيات موجودة، أيضا توجد بعض المحلات لتبيع الملابس في المدينة القديمة، وهي المدينة القديمة الأكثر حركة، والسياح يحبون أو يفضلون السكن بالقرب من المدينة القديمة. ولكن أنا ما أنصح أي شخص يروح المدينة القديمة في بوخارست في وقت الليل، لأنها يعني تتحول إلى شيء ثاني. البعض يسألني يقول لي يا محمد شو مستوى المعيشة عندهم، فما حصلت غير هذا الكوب ستاربكس. بقارن بين أسعارهم هني وأسعار الإمارات. في الإمارات أنا أطلب نفس الطلب هذا جراندي كارمل مكياتو ب19.5 درهم إماراتي. هني عندهم خدته ب14.90 ليو بعملتهم هم. لما حولت العملة مالهم إلى الدرهم الإماراتي تقريبا وصلت لي 13 درهم إماراتي، يعني الفرقية 13 درهم نفس المشروب اللي أنا أشربه، وبالإمارات أشرب نفس المشروب ب19.5 درهم. يعني صراحة في فرق، وستاربكس أكبر دليل. يعني مع يختلف المشروب، نفس المشروب على مستوى العالم يحدد لك سعره على مستوى المعيشة لأي بلد. ولذلك اعتبر هذه البلد، أنا من تجربتي في التكاسي، تكاسي رخيصة جدا، أروح لأعلى يعني لأبعد منطقة تقريبا ب12 درهم 11 درهم، هذا عن طريق أوبر، عن طريق برنامج أوبر، مو بالتكاسي. التكاسي هني مصيبة ثانية، يعني ما أنصح فيهم، أنصح بأوبر. أوبر رخيص جدا هني عندهم.
هذا الايس كريم او السويت يقول لي يا محمد تعاكلني. لا بعد مشكل شيء كراميل وفي بسكوت وما ادري اظني بستاش واظني فيه بعد والله من الاخر. بالعافية عليه والله لو اقدرني اوصل لكم كلكم والله بوصل لكم. لا بعد عارف المطر هذا ها الاجواء غاوية. اذا حاب تستكشف المدينة ما عليك الا بركوب السياكل. في وحدة هناك هاك اللي بالخلفية ها تركب بس واحد من السياكل هذيلا تمشى في المدينة هذه وتقدر تبركن السيكل في اي مكان. هذا نظام عندهم هني. والمدينة كلها عبارة عن مجسمات لشخصيات تاريخية معروفة في رومانيا. هذه شخصية أي معلومات عنها اسمه جون. وهذاك تراني أنا مالي في التاريخ وايد أو بالمعلومات التاريخية، أنا عليه بالمناظر الحلوة والأشكال الحلوة. إذا بغيت تقرأ التاريخ ادخل جوجل، ادخل جوجل وتعرف على تاريخ رومانيا. اسمه لازم ناخذ صورة عندك. وهذه مجسمات ثانية هناك. هاي الساحة أجواءهم عليلة جدا. أحلى شيء في هالبلاد هذه تتمشى وما تحس بتعب. تتعب يلس في كوفي تقهوي كل سويت وانت والخير باعة. اتمنى اللي بيزور هذه الدولة، انا حطيت لكم الفنادق فيديو للفنادق وايضا فيديو قبل السفر الى رومانيا وخاصة الى مدينة بوخارس. هذه السياكة اللي تشوفونها هناك هذه وين؟ هاي موجودة في المدينة كاملة. تقدر تاخذ السيكل من هنا وعلى طول تسوق السيكل وتحطه في منطقة ثانية، ما عندهم اي مشكلة. بس لازم تاخذ الكارت او عن طريق الابليكيشن. هالطريقة هاي لها طريقة معينة تاخذ السيكل وتتمشى كأنك واحد منهم. يوم تتعب دور لك محطة وقف السيكل وروح. قولوا آمين. اللهم يرزقني ويرزقكم بيوت فيها نوافير مثل هذه، مثل هالنوافير وهالمنظر وهالشير هذا وهالحديقة هذه، والبيت إن شاء الله تحصرونه هالكبر يا رب. قولوا آمين. شوفوا شوفوا شوفوا. شكرا لكم على متابعة الجزء الثاني من رحلتي إلى رومانيا مدينة بوخارست، والفيديوهات القادمة سوف تكون أهم الفنادق وأهم المعلومات قبل السفر لرومانيا. ولا تنسون الاشتراك بالقناة والضغط على لايك ومتابعتي في مواقع التواصل الاجتماعي، وشكرا لكم على المتابعة.